نتيجة للاتفاقات الثنائية التي أبرمتها جامعتنا، فلدينا اتفاقيات إيراسموس مع جامعات نخبوية في أوروبا في بلدان هي ألمانيا وفرنسا والسويد وفنلندا وبلغاريا. يتم تنظيم العديد من الندوات والدورات والأيام المهنية في إطار نادي الهندسة الكهربائية والإلكترونية في قسمنا. لدينا مجموعتان مختلفتان لأغراض بديلة داخل قسمنا، وهما مجموعة مركبات الطاقة الهيدروجينية ومجموعة المركبات الكهربائية. لدينا ضمن هذه المجموعات فريق اسمه ميلاد، لقد حققوا درجات كبيرة في العديد من المسابقات المقامة في تركيا وخارجها. تزداد أهمية الهندسة الكهربائية والإلكترونية كل يوم مع رقمنة التكنولوجيا، وحقيقة أن العالم يتسارع بنفس المعدل مع التكنولوجيا. إن هذا المجال من بين أفضل 6 مجالات ضمن 11 مجالا ذات أولوية بحسب دراسة نشرها الاتحاد الأوروبي، خاصة مع الرقمنة المتزايدة باستمرار. يمكن لطلابنا العمل بشكل مريح في جميع الشركات، مثل شركات إنتاج الكهرباء وإنتاج وتطوير وتصميم الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها. غالبا ما يواجه طلابنا بعض الصعوبات في دروسهم المهنية الأساسية، لكننا نقدم الدعم اللازم عن طريق التطبيقات التي نقوم بها أثناء الدروس أو التجارب والمحاكاة إن وجب ذلك، حيث يقوم جميع زملائنا أعضاء هيئة التدريس بترتيب أيام لقاءات مع الطلاب وتقديم الدعم. بداية أود أن أؤكد لطلابنا أنهم اختاروا قسما مهما. أصبح قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسما ذا شعبية متزايدة. ما نريده من طلابنا ليس فقط متابعة الدروس المهمة، ولكن متابعة جميع الدروس. إلى جانب هذا، يمكنهم المشاركة في بعض المشاريع من خلال العمل في ندوات أو دورات أو بدوام جزئي. تقدم جامعتنا أثناء الدراسة في قسم الكهرباء والإلكترونيات فرصا للطلاب، حيث يمكن لطلابنا وإضافة لكونهم طلابا العمل كطلاب مساعدين. يحظى الطلاب المشاركين في مشاريع البحث العلمي التي يديرها أساتذتنا بفرص جيدة لتطوير أنفسهم. إذا قمنا بالحديث عن الفرص التي توفرها جامعتنا للطلاب، فهي المرافق السكنية وقاعات الطعام والمرافق الرياضية والاجتماعية والمواصلات، كما سيحظى طلاب قسمنا بميزة الحصول على فرص عمل سواء أثناء دراستهم أو بعد تخرجهم، وذلك في الشركات الموجودة في المدينة التقنية التابعة لجامعتنا، إضافة إلى فرصة الحصول على الدعم من رئاسة إدارة دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والموجودة في حرمنا الجامعي. أتمنى التوفيق لجميع الطلاب الذين سيختارون قسم الهندسة الإلكترونية والكهربائية في كلية الهندسة في جامعة إسطنبول جراح باشا.